فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لكل نبي حوض؟ وهل يرد المؤمنون من الله أعلم، هو ورد يعني كل نبي له حوض، لكن الله أعلم. نعم، إن علينا الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك ما جاء في العقيدة الإيمان بحوض الأنبياء أو أحواض الأنبياء، جاء الإيمان بحوض محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.